بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, today we are going to answer the ministry questions for the previous years for the grammar rule quantifiers to make comparisons. طبعا هاي القاعدة أخذناها وأخذنا كل شيء عنها وحلينا أسئلة student book والactivity book. هسا خلينا نحل أسئلة الوزارة. طبعا كل السنوات السابقة من 2016 ل 2020. Number one, neither math nor science are as popular as English. هسا دائما انت انتبهي لشغلتين كثير مهمات. اول شغله شوفي لي اداه المقارنه اللي استخدمها، استخدمنا neither nor، وانت بتعرفي انه neither ونور راح نحذفهم والثنتين معناهم not. اوكي، هسا في عندنا بنكمل كمان في عندي as. اذا هون اي واحد فيهم هون inequality not as هدول راح ينحذفوا معنا. الشغلة الثانية اللي لازم تعرفيها هسا هو بلش بالطرف الأول المقارنة ولا الطرف الثاني؟ ما دام بلش بالطرف الثاني English بلش فيها، فإذا أكيد هي اللي راح نبدأ فيها، وهاي بتدلني إني أنا راح أستخدم more مش راح أستخدم less. فإذا أول شغلة حطينا الطرف الثاني اللي جبنا إياه هون صار subject عنا، على طول لازم نحط verb ما دام English مفرد. فإذا is، ديري بالك الجملة بدون verb بتكون خطأ. is more، اتفقنا احنا بنحذف not و as الأولى وحطينا more، بعدين نحط ال adjective اللي موجودة عندك هون popular، as الثانية راح نحذفها ونحط than. بنرجع للطرف الأول من المقارنة، احنا حذفنا neither و nor، ضلت عندي maths and science. Number two, Jordanian children start school a year later than children English children. English children، لاحظي بلش لي بالطرف الثاني. شغلة ثانية بدي أداة المقارنة اللي أنا كثير مهمة عندي، لو جينا طلعنا بنشوف later حط لي er وthan. إذا اللي موجود عندي هون short adjective، كيف بدي أتعامل مع short adjective؟ عادي إنه إحنا بلشنا بالطرف الثاني للمقارنة، فأنت الأصل إنه باجي بتطلع على short adjective، ما دام عندي er وthan فإذا أنا راح أستبدلها بnot as. أوكي، أنا بدي أحول من الكومباريتيف للإنيكواليتي، ماشي؟ عندي راح أستخدم نوت، لكن وين الفيرب الموجود عندي هنا؟ start، يعني أنا مش عندي واحد من أفعال بي is ولا am ولا are أحط أحكي isn't aren't am not، أنا عندي main verb، فلما بدي أجي أحط نوت إذا كان عندي main verb، إذا كان عندي verb one زي هيك راح أحط النوت مع واحد من أفعال بي، فراح أحكي children don't. عرفتي من وين جبناها؟ don't، إنه أنا عندي الفيرب الموجود هنا verb one، فرح أحكي children don't start وبكمل لعند ما أوصل للadjective. don't start school a year. هسا وصلنا للadjective صح؟ رح نحذف منها ال er ونحكي as late. اوكي، حذفنا ال er وخلينا late زي ما هي، لانه بتعرفي بال inequality لازم ال adjective تكون مجردة. بنحذف than ونحط كمان as، بعدين بنيجي للاسم الاول اللي هي Jordanian children. Number three, studying physics is not as popular as studying biology in Britain. Studying biology، بلش لي بالطرف الثاني هيو studying biology، فإذا أكيد أنا لما بدي أحط رح أحط more مش رح أحط less ما دام بلش بالطرف الثاني. هسا بدي أشوف أداة المقارنة، أنا عندي not as. أوكي، إذا studying biology is، ما ننسى الverb is more
popular than studying physics. Number four, the electronic newspapers are not as acceptable as the ordinary ones. هسا بلش لي هون بإيش ordinary newspapers. بدك تحكي لي أنا عندي ordinary ones. ones هون refers ones refers to newspapers. أوكي حطينا ones عشان ما نكررها هي ضمير للnewspapers. أوكي فهي ordinary newspapers. فلما نبلش بنحكي ordinary newspapers. هسا أداة المقارنة عندي not as as فإذا بلش بالاسم الثاني راح أكيد أستخدم more كأداة للمقارنة، لكن بدي أنتبه ordinary newspapers plural فإذا أكيد راح أحط are are more acceptable than the electronic ones أو the electronic newspapers. بس إحنا بدل ما نكرر الاسم نحكي ones بنحكي ضميره. These new shoes are not as comfortable as my old ones. بلش لي my old shoes اللي هي my old ones. بدل ones ones ضمير عائد على shoes. أوكي يعني أنا قارن إيش قارن these new shoes مع my old shoes. بس بدل ما يحكي shoes هون ويحكيها هون حكى ones. أوكي فإذا لما بلش حكى my old shoes. هسا خلينا نشوف أداة المقارنة اللي موجودة عندي. أداة المقارنة اللي موجودة اللي هي عندك not as as. إذا هنا inequality. Inequality بدي أحولها ل comparative. فإذا my old shoes are ولاحظي الشوز عندنا احنا ان عربيك بالعربي بنحكي الشوز الحذاء واحد لكن ان انجلش بنحكي عنه على اساس انه فردتين فاذا ار اذا لاحظتي my old shoes are more comfortable than this new إما بتحكي شوز أو نيو ونز عادي ما عندنا مشكلة. هيني حطيت لك إياها شوز ولو حكيتي ذيز نيو ونز هي الأفضل لأنه يعني البروناون الضمير اللي عائد لها. سيلفر إز نوت أز بريشيوس أز جولد بلش لي في جولد نوت أز أز فإذا جولد إز مور ما دام الاسم الثاني بلشنا فيه is more precious than silver. Learning Chinese is more difficult than learning English. بلش ب learning English. ملاحظة أنت كل مرة قاعد بلشتك بالاسم الثاني فصارت يعني بالنسبة لك نمطية ومبينة. إما بيكون حاط لك إياها بال comparative form بتكون more أو بيكون حاط لك إياها not as as وأنت بدك تحولي ل more هاي. Learning English ما دام باسم الثاني هو وحط لي more هون أكيد بدي ما دام هاي comparative form وين أداة المقارنة عندي more وthan بدل more than بدي أستخدم not as as. إذا learning English is not as difficult as
learning Chinese. Manar is not as active as Khalida. نفس الإشي أنا عندي not as as. بدي ما دام عندي هون inequality فإذا I want to change it into comparative form. راح أحولها لصيغة الcomparative المقارنة. خالدة اللي هي الطرف الثاني للمقارنة خالدة is. لا ننسى الفيرب، لازم الفيرب يكون في الجملة وحسب الاسم اللي بلشنا فيه هنا الطرف الثاني اللي حطيناه بالأول. إذا خالدة is more active than منار. Reading a novel is not as interesting as watching a movie. Watching a movie بلش فيها الطرف الثاني فإذا وبرجع بتأكد أداة المقارنة عندي not as as فإذا رح أستخدم more. هسا مش أعطاني not as interesting as فإذا watching a movie بدي أحط أول إشي الverb بعدين more. Interesting then reading a novel. طبعا لعندهم زي ما انت شايفه كلياتهم rewrite، وكان انه انت بنفسك بدك تكتبي بدك تعيدي كتابتها الجمله بحيث انك تعطي نفس المعنى. وزي ما انت شايفه يعني مرات كان يجيب لي inequality وانا احولها للcomparative، ومرات كان يجيب لي comparative وانا احولها للinequality، والثنتين خلص مع الممارسه بتصير سهله جدا عندك. نمبر 10 إجاب بالوزارة سؤال زي هيك كان guided writing، بحكي لك read the information in the table below and in two sentences comparing and contrasting and in two sentences comparing and contrasting compulsory education in different countries. يعني أنت بدك تكتبي لي جملتين بدك تعطيني مقارنة بين طبعا الدول المختلفة بالنسبة للcompulsory education. طبعا it's not a strange table for you، مش غريب الجدول إليك، أنت بتعرفيه وموجود عندك بالactivity book نفس الجدول. هسا compulsory education in different countries، حتى لاحظي لما إحنا جينا حلينا الأسئلة قلت لك انتبهي لكتابة الجملة لبنية الجملة نفسها بدك تكوني عارفة. هسا compulsory education in different countries، أنت عندك عدة طرق تكتبي عنها، أنا اللي كل اللي بدي إياه جملتين أقارن فيهم. هسا ممكن تبلشي من العنوان انك تاخذي لي انا بدي سبجكت ابلش فيه عشان اعطي بعد هيك فيرب. ممكن اجي مباشره اجي احكي بدي احكي انا جملي عن compulsory education كل مره، يعني انا بدي اخليها هي السبجكت. فاذا بدي احكي عنه بشكل عام ضروري انك تكوني عارفه يعني in England students start school when they are 5 years old and they leave school when they are 16 years old. So how many years do they spend their time at school? The years they spend in the compulsory education 11 years. هسا 6 to 16 طبعا اكيد 10 years for Jordanian children، وفي عندك 6 to 18 هم اصلا 12 years، وفي عندك 6 to 15 اذا 9 years. اوكي اول شغله اذا انا حسبت عدد سنوات التعليم الالزامي لكل واحد فيهم اذا انا بدي احكي السبجكت هيك. فباجي انا ايش بهمني لما اجي اعمل sentences؟ بهمني اجي اعطي subject وverb بالدرجه الاولى وبعدين اكمل. فباجي بحكي لك compulsory education هي بدي اخليها subject. اوكي فباجي بحكي compulsory education هيا
حكالي in different countries، فباجي بختار البلد اللي أنا بدي إياها. في أي بلد مثلا بدي أحكي عن compulsory education in Jordan، بدي أقارنها مع دولة ثانية مثلا مع England for example، وهي أنا عارفة عدد السنوات هنا. أوكي طيب، أنا بدي دائما بدي أقارن. أسهل إشي إني أحط في بالي adjective، أنا عندي ناس أطول تعليم الإلزامي عندهم وناس أقل، صح؟ فأنا باجي بحكي لك، أنا ممكن أجي أحكي لك رح أستخدم long طويل كصفة، ممكن short قصير، ممكن أجي أستخدم less أقل، ممكن أجي أحكي لك more أكثر، ممكن the least الأقل، ممكن the most الأكثر. أوكي فممكن أجي أحكي لك compulsory education in Jordan in Jordan is longer than compulsory education in which country in Japan. أطول مش هيك؟ تعليم الإلزامي بالأردن أطول منه في اليابان، لأنه in Jordan 10 years and in Japan 9 years. كانت مع إنها في الأكتيفيتي بوك كانوا حاطين لك إياهم نفس الإشي، لكن هون لا مغيرين، إحنا لنا في التيبل الموجود عندنا. أنا ممكن أجي أحكي لك the least، هي sentence خلص هيك خلصنا. مثلا ممكن أجي أحكي لك the least أو the most compulsory education in which country. موجود عندنا the most compulsory education in Turkey or the longest compulsory education is in Turkey. أوكي ممكن أجي أحكي لك the least compulsory education is in Japan، أقل تعليم إلزامي موجود عندنا في اليابان. ممكن نيجي نحكي لك the least compulsory education is، لاحظ الفيرب ضروري، least compulsory education كلها subject وأنا عندي is هون الفيرب لازم يكون فعل في الجملة، is in Japan. بدي كمان أقارنها مع دولة ثانية however، في عندي opposition هون the most أكثر دولة فيها compulsory education اللي هي تركي، the most compulsory education is in تركي. هنا في حال إني أنا اطلعت بس على التعليم الإلزامي في يعني على السبجكت خليته انه الكومبلسوري ايدوكيشن، خليني امشي انا وياكي كمان. هي انا هيك اعطيت تو سنتنسز خلص، احنا شو بالنسبه لنا تو سنتنسز؟ انك تكوني اعطتيني سبجكت واعطتيني فيرب، لاحظي كل جمله لازم فيها فيرب. هون كمان انا هاي الجمله الاولى ممكن اجي احكي لك هاي نمبر 1 وهون هاي نمبر 2، هاي الجمله الثانيه خلص هيك اعطيت جملتين ماشي. هاي أنا عندي subject هنا وعندي verb، قارنت قدرت إني أعمل مقارنة واستخدمت ال comparative، بدك تستخدم ال comparative ال superlative ال equality لأن equality زي ما بدك ماشي. هسا نحكي عن طريقة ثانية، أنا بدي أجي أطلع على السنة اللي بلشوا فيها اللي فاتوا فيها الطلاب على المدرسة، فهنا ممكن أجي أحكي لك students، هاي طريقة ثانية اللي بدي أعطيك إياها هنا، انتبهي لها وشوفي أنت كيف. number one ممكن أجي أحكي لك students
in Jordan? How Jordanian students? Start school. Start school a year later than students in England. ببلش في المدرسة، بلش يروح على المدرسة بعد إنجلاند طبعا بسنة. ممكن تيجي تحكي لي students in England start school a year earlier than students in Turkey. أوكي، يعني بتقدري تعطيني كمان جملة. مادام هون ببلشوا متأخر عنهم بسنة، فإذا هدول بالمقابل بلشوا أبكر بسنة. أوكي، ممكن نحكي بطريقة إنه متى بخلصوا مدرسة. ممكن نيجي نحكي students أو Turkish students leave school two years later than students later than Jordanian students. طبعا tens of sentences you can write، بتقدري عشرات الجمل تكتبي من هذا الجدول. انا بس ورجيتك الطريقة، يعني اما تاخذي بعين الاعتبار انه بدك تحكي عن compulsory education بشكل عام، تشوفي عدد السنوات وبتقارني، او بدك تحكي متى ببلشوا المدرسة وتصير تقارني. قارني قد ما بتقدري بينهم، تكتبي اي دولتين بتقدري تقارني بينهم، وبتقدري كمان تركزي لي على عدد الوقت اللي بخلصوا منه من التعليم الالزامي. You can write examples. You can write example sentences and you can send them to me. ممكن أنت ترسلي لي إياهم وأنا بشوف لك إياهم حلك صحيح أو لا. Okay. Now let's look at let's continue. هسا نمط الأسئلة رح يتغير عندك، يعني في 2020 رح تشوفي كيف نظام الأسئلة. The cheapest thing on the menu is lemon juice. لاحظي هون multiple choice، يعني أنا بيكون بده دائما الجملة اللي بتعطيكي نفس المعنى. أعطاني هون the cheapest thing، فإذا أي جملة بتعطيني نفس المعنى. قلت لك هاي حفظ the cheapest اللي هي الأرخص، قلت لك نفس معنى the least expensive، مش هيك حكينا؟ هون هاي حفظ the cheapest اللي هي the least expensive، نفس المعنى. Number 12 my watch is less attractive than yours. هسا أنا عندي less وthan، لو بدي أنا أقارن less مع than أستخدمها للمقارنة. أنا بدي أشوف شو الإشي، إما بدي يكون معطيني not as as، أو بدي يكون استخدم لي more، أو بده يكون هو استخدم مور بحيث إنه إذا عكس الجانبين طرفي المقارنة. خلينا نشوف لما يجي إن الطرف الأول المقارنة my watch وعندي your watch أو yours هو الطرف الثاني للمقارنة، كلياتهم بلش my watch زي ما أنت شايفة. فإذا ما دام خلى my watch مكانها فمور وليس ما بتساون، ماشي؟ فإذا أكيد غلط مور. عارفة ليش غلط؟ لأنه
ماي واتش كلياتهم ببلشن في نفس الطرف في نفس السبجكت، فما بصير مور، فراح تكون عندك غلط. The most 100% غلط، لأنها superlative وأنا ما إلي دخل بالsuperlative في التحويل. أنا من comparative للinequality أو من comparative لcomparative وهيك بس. My watch is not as attractive as yours. My watch هيها is، بتعرفي لس معناها not as، وذا مع ذا وهي اتراكتيف نزلناها، ذا شطبنا وحطينا as ويورز، فاذا 100% not as as اذا كان الطرف الاول نفسه ظل موجود، فاذا لس معناها not as as، فاذا اكيد بده يكون عندك b صحيحة. سي مشكلتها انه ما عندي not، my watch is as attractive as yours، فاذا هي خطأ ما فيها not. 13 neither maths nor biology is as interesting as English. هسا neither nor بتعرفي انه معناهم not ثنتين، وراح نقيمهم نقيم as as، بل لما يبلش بانجلش فاذا English is less interesting than maths. لما يبلش بانجلش ما بصير احط less، اذا بلش بالاسم الثاني ما بصير احط less، فاذا هاي خطأ. اوكي هسا maths maths and biology، هاي هن maths and biology هم الثنتين، هذا الاسم الأول are more interesting، فإذا هاي خطأ ما بصير. maths and biology لما بلش بالاسم الأول ما بصير نحط more، لازم less الأصل. C English is not as interesting than، بصير نحكي not as مع than، ما بصير خطأ هاي الجملة. هسا إذا الخطأ إنه كمان قاعد بحكي لك than، ما بصير not as مع than. D maths and biology اللي هو الطرف الأول للمقارنة are less، حذفنا neither nor اللي هي not و as، فإذا حط لي less interesting than English، أكيد هاي D اللي هي صحيحة. 14 learning medicine is more difficult than learning biology and chemistry. هسا learning biology and chemistry is more difficult than learning medicine. learning هسا هنا learning biology and chemistry اللي هي الاسم الثاني is more، احنا هيك خطأ طبعا نفس يعني انا حط لي هون more، رجع حط لي اسم الثاني هون عكسهم وحط لي more، فاذا اكيد خطأ. B learning medicine learning medicine is less، learning medicine هي الاولى is less difficult than learning biology and chemistry. انا عندي هون more، فإذا أكيد بدها تكون يعني خطأ، يعني نفس الاسم أحطه أحط less كمان ما بصير. هسا C learning biology and chemistry is not as difficult as learning medicine. هسا لو إجيتي لحطي learning medicine يعني هون بالآخر، لكن بلش بالاسم الثاني learning biology and chemistry، أنا عندي ما دام بلش بالاسم الثاني فمور بنبلش عادة بالاسم الثاني بكون معناها not as as، فإذا أكيد إجابتي الصحيحة C. ولاحظي أنت الأخيرة ما فيش فيها أصلا not، حط لي as as، فهي equality فهي دائما خطأ، ما بصيرش يعني أقارن الكومباراتيف مع الإيكواليتي، لازم inequality لازم يكون عندي not. 15 there's less information on the website than there is in the book. هسا لاحظي هنا مقارنة النونز الأسماء، there isn't as much information، بلشت كل مرة there isn't as much وعندي as many، ما دام أنا عندي information uncountable اسم غير معدود فإذا لازم نحط much قبله، فإذا هاي خطأ many وهي خطأ، ما بغلب حالي فيها نهائيا الجملة. هسا ما دام عندي هون استخدم less،
إذا لازم أخلي الاسم الأول بالبداية يعني بالمقارنة. هسا إيش هو الاسم الأول؟ أنا أعطاني information الطرف الأول on the website والطرف الثاني in the book، ماشي؟ فأعطاني there isn't as not as much information لحتى الآن كلياته صح on the website، هي الاسم الطرف الأول خلاها as هيها بدل than in the book، فإذا هاي هي اللي صح. أوكي، إيش مشكلة سي؟ ليش خطأ؟ لأنه أعطاني الطرف الثاني، حط كل جملة صحيحة لكن حط لي in the book هنا، وبعدين حط لي بعد as on the website اللي هي عكس الطرفين وهي خطأ بوجود لس، بنخلي الطرف الأول. أوكي، ماني خطأ 100% خطأ لأنه information uncountable بتطلعش عليها أصلا مع ماني. 16 I'm not، طبعا لاحظي هون كمان هاي من الأشياء اللي بتيجي بالوزارة إنه هيك بجيب لك النمط هذا. I'm not interested in football as you. هسا أنت بتعرفي لما يكون عندي as هون بستخدمها adverbially عشان أوصف الفعل، فإذا I'm not interested in football as much as you. أوكي، وهنا كمان أسئلة منصة درسك نفس الإشي، كمان هذا سؤال وزاري they want to interview as candidates as possible. هنا بدنا ننتبه، أنا عندي هي as إذا كان عندي اسم هنا بدي أنتبه له، إذا اسم معدود جمع زي هاي candidates جمع مرشحين، حتى لو مش عارفة معناها أنت عندك اسم جمع، ما دام اسم جمع فإذا قبليه بيجي many، لو كان غير معدود كان حطيت much. 18 I don't like working outside as I like working in an office. أعطاني as حكالي أنا ما بحب أعمل هيك قد ما أنا بحب أعمل إشي ثاني، فإذا as هاي adverb يلي فإذا much. That's it. Thank you very much.